السلام عليكم. اليوم نروحوا للمدينة تاع وهران لنقف على الأشغال تاع التهيئة تاع حديقة رائعة، حديقة القنطرة، تسمى بحديقة القنطرة، والتي تقع في وسط مدينة وهران، واللي تعود إلى الفترة الاستعمارية، وتم حاليا يتم حاليا تهيئتها، وتعتبر يعني كما نشوفوا في الصور حديقة من منفردة في شكلها وفي المكونات نتاعها. فيها بحيرة في الوسط، وفيها فالاز على طرف البحيرة، شيء جميل أن تضاف هذه الفضاءات الطبيعية والخضراء النسق الحمراني تاع المدينة، تساهم أكيد في توفير فضاء للترفيه وللراحة للوافدين على الحديقة هذه، وكذلك تساعد في ترطيف الجو في الفضاء الحضاري، بما أنها تقع في وسط المدينة تاع وهران. أترككم تتابعون هذا الفيديو الرائع عن هذه الحديقة للأشغال تاع التهيئة تاع تقرب من النهاية تاعها، والسلام عليكم.